بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما في الصحة وفي الهنا وفي راحة البال، والله يشافي الجميع مع هاد النزلة ومع هاد الفيروس اللي كاين اللي غادي وكيتزاد. نطلب الله السلامة والعافية، حتى حنا راه فينا، الله يشافينا ويشافي جميع مرضى المسلمين. ولكن الواحد يحاول يحاربه بجميع الطرق. وبغيت نشارك معكم هاد الوصفة هادي اللي غزالة بزاف وسهلة وموجودة في كل بيت، وأي وحدة ولا أي واحد يمكن يصوبها ضد هاد الفيروس هذا. كتحارب هاد الوصفة هادي، كتحارب الفيروس، ما كيتنقلش ما بين أشخاص، وكيتحيد داك الفيروس، كيموت في الدار، ما كيبقاش في الدار وما كيتعادوش الناس. إذن على بركة الله غادي نشارك معكم هاد الوصفة اللي استعملتها انا ونفعتنا الحمد لله، عطتنا نتائج مهمة بزاف. إذن على بركة الله، عندنا هنا في هذه الوصفة هذه عندنا هنا واحد الطنجرة، كنهزو واحد الطنجرة هكايا، اي طنجرة، طنجرة عادية او طنجرة ديال الضغط، كنديرو فيها الماء عادي من الروبيني، وكنديرو فيها هانتوما هاد الاوراق ديال الغار ولا اوراق موسى، كاين اللي كيقول لهم اوراق الغار، كاين اللي كيقول لهم اوراق موسى. هاد الاوراق هادو راه غزالين بزاف في هاد الوصفه هادي، واعره في هاد البرد، واعره بزاف، راه مزيانه حتى للكحبه وحتى للصدر، فيها بزاف كيتصوبوا فيها بزاف ديال الوصفات. دابا غندير لكم هاد الوصفه ديال الدار ديال المنزل، ما فيها بزاف ديال الوصفات، اللي بغات شي وصفه تقولها ليا باش نشاركها معكم. اذا كنديروا هذا الورق هذا ديال الغار، هانتوما كنديروه في الماء، كنزيدوا عليه هنا، عندنا هنا الزعتر، كنزيدوا عليه الزعتر، عندنا هنا الزعتر ديال البلاد ديال سوس، زعتر غزال بلدي وزوين. وهذا الزعتر حتى هو مزيان الميكروبات، مزيان للذات، كيقتل الميكروب في الذات وكيقتل الميكروب حتى في الدار، كيحيد جميع الميكروبات لا في الدار ولا في الجسم. اذا كنزيدوا الزعتر حتى هو، ثم القرنفل. لكن عندي هاد القريعة هادي، كيتباع حتى هكا، كيتباع اللي بغى يشري 5 دراهم، اللي بغى يشري كيتباع بالعبار. وكاين في هاد القريعات هادو، هاد القريعة باش مزيانة كتحافظ عليه، كيبقى نقي وكيبقى فيه الريحة زوينة. ما هادي القرعة ديال الدجاج، كتبقى دائما محافظة على الريحة ديال القرنفل، ما كتفسدش. كنديرو القرنفل هانتوما، كنديرو القرنفل حتى هو. إذن عندي هنا ورق الغار أو ورقة سيدنا موسى، وعندي هنا الزعتر، وكاين القرنفل، ثلاثة هاد الحاجات. غادي نزيد معاهم هاد الحامضة، هاد الحامضة البنات راه مزيان، راه عصرتو دابا، كديرو حتى الحامض والليمون حتى هو عصرو في هاد النزلة وهاد النزلة ديال البرد، ديرو الحامض والليمون وديرو معاه العسل الحر وشربوه حتى هو. هو راه مزيان بزاف في الذات. هانتوما كنقطعو الحامض، الحامض بالقشره ديالو يكون فيه تبا، باقي شويه ديال الماء يكون فيه، حتى هو مزيان باش كيطلق هذيك الزيوت ديالو وديك الماء ديالو، كيعطي واحد الريحه زوينه. هاد الوصفه هذه منها الريحه زوينه كتطلق في الدار، ومنها كتحيد الميكروبات والبكتيريا وما كيتعادوش الناس. وعندنا هنا الليمون، هاد الليمون حتى هو كتعرفوا القشره ديال الليمون ديال البرتقال، كتعرفوا القشره مهمه بزاف وبزاف، فيها سي الزيوت الطياره، كيديروا فيه حتى وصفات التجميل كيديروها في هاد القشره ديال الليمون. والحمد لله عندنا في بلادنا الليمون موجود وبكثرة، ما نضيعوش هاد القشره حتى هي، حتى هي نديرو في هاد الوصفات هادو، فيها حتى هي بزاف ديال الوصفات. المهم هاد الوصفه ديال تطهير المنزل كنديرو هكا بالقشره ديال الليمون، غير القشره ماشي الليمون، غير القشره، كناخذو غير القشره هكا، كنقطعوها حتى هي
قشرة ديال الليمون مع قشور ديال الحامض، ليمون تبارك الله غزال، شوفوا شحال زوين هذا تبارك الله. جوج الليمونات يعطيو كاس العصير، انا كنهزها هكا جوج الليمونات وكندير معاهم نص حامضة كيعطيو كاس ديال العصير، مزيان غزال بزاف في هاد النزلات ديال البرد وفي هاد الوقت. هادي راه الليالي البنات، هادي دابا باقين حنا في ايام ديال الليالي، داكشي علاش كثر الفيروس. خلاص يا اللي الفيروس راه كاين في العالم كله، ولكن دابا في هاد الايام ديال البرد والليالي كيكون كثير بزاف، ولكن حنا ما نستسلموش، ما نجلسوش، نبقاو نديرو الوصفات هكا اكثر، هي الوصفات الطبيعيين ما كاين ما احسن منهم. انا راه جربت هادي راسيمانه هادي وانا كنديرها الحمد لله، وعطات نتائج مهمه بزاف ونفعتنا الحمد لله والشكر لله. حاولوا نذكروا نتابعوا هذا الشيء ديال الوصفات الطبيعيين، راه فيهم مزايا كثير، خصنا غير نعرفوا كيفاش نصوبوهم. بدينا البنات، هي هذه الوصفه ديالتنا، ها هي فيها الورق الغار، ها هي ورق الغار، فيها القرنفل، فيها الزعتر، فيها الحامض، ها هما قشور ديال الحامض، وفيها الليمون. هذه الوصفه هذه البنات غادي تشدوها غديروها فوق البوطه، تخليوها حتى تغلى مزيان وتغطيوها باش يبقاو فيها البخار، تغطيوها ملي غادي تغلى مزيان يطلع مع داك البخار، كيطلع ملي كيطلع داك البخار غادي تشدوها كل بيت كتدخلوا ليها الطنجره هذه، كل بيت في الدار كتدخلوا هاد الطنجره كتخليوها شويه حتى كيطلع داك البخار مزيان، ملي كيطلع البخار مزيان كتمشيو للبيت الاخر حتى كدوروها على الدار كامله، وحتى البيت اللي فيها المريض، البيت اللي فيها المريض كتشدو هذه كتطبخوها مزيان وكتكون مغطيه هكا حتى كتدخلوها للبيت كتعريوها وكتخليوها في البيت اللي فيها المريض، راه دوك البكتيريات كلهم كيموتوا وما كيتعاداوش الناس، واخا كاع الناس يدخلوا عنده داكشي ما كيتعاداوش. الحمد لله راه عندنا معاه كندير هذه الوصفه هذه، ما تعاداوش الناس، المهم حنا كل الحمد لله مجموعين في الدار وما تعاديناش، وكتخلي الريحه زوينه في الدار، وكتحيد كما قلت لكم الميكروبات كتقتلهم والبكتيريا، وتهوي الدار، تهويه دائما تكون في الدار. اذا هذه هي الوصفه ديالنا، كنتمنى تجربوها كما قلت لكم، تغليوها مزيان في البوطه وتدوروها على الدار وعلى البيوت والبيت اللي فيها المريض، وتبقى واخا تبقى لكم هذه في الطنجره تبقى لكم حتى 3 ايام، كل نهار كتشعلوا عليها وكتدوروها في الدار، حيت فيها هذيك الزويت ديال القشره، فيها هذيك الزويت ديال الكاليتوس، ديال الزعتر، ديال القرنفل، كيبقى ما خصناش نضيعوه، نبقاو نشعلوا عليه 3 ايام وحنا ندوروا على الدار، ان شاء الله تتسالي 3 ايام ونعاودوا ثاني واحد اخر. كنتمنى تجربوه، الله يشفي الجميع، الله يشفي جميع المرضى، وغنقول لكم للقاء الى فيديو القادم ان شاء الله. وسمحوا لي حيت غبرت عليكم هاد الايام، شحال هذا ما درتش لكم الوصفات، كنديرها البلوكات مع كنت مسافره وجيت مع الفيروس هذا، تقريبا الناس مرضوا بزاف، والله يشفي الجميع، الله يشفي الجميع يا ربي. وللقاء الى فيديو القادم، والصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.